لمناقشة هذا الملف ينضم معنا عبر الهاتف من اسطنبول العقيد الركن حاتم الراوي الخبير الأمني والعسكري. سيادة العقيد الركن، مرحبا بكم. يعني هل لتأخر التحالف الدولي ربما بحسم الرقة أي تداعيات سياسية عسكرية في المنطقة، لا سيما على معركة دير الزور؟ كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ سلامي لكم أخي الكريم، وكل عام وأنتم وقناتكم الكريمة والسادة المشاهدين بخير. سيدي، ما يجري في الرقة حقيقة يعني أمر ملفت جدا للانتباه. ما يجري في الرقة اليوم لا تستطيع أن تسميه حرب، ولا تستطيع أن تسميه اجتياح أو تحرير أو أي شيء. ما يجري في الرقة هو أن قوات قسد، القوات الكردية الانفصالية، تقف جانبا، والتحالف يقصف بشكل يعني بشكل عشوائي تماما، إنما مركز باتجاه حي ما، إلى أن ينتهي هذا الحي من الحياة نهائيا. يعني المدني الذي يستطيع الهروب يهرب، ومن يموت يموت وإلى آخره. فتدخل قوات قسد وتضيف هذا الحي إلى الأحياء المحررة حسب تسميتهم. ولكن يتواصل نزيف المدنيين في الرقة من جراء القصف الجوي للتحالف الدولي والتي تتقدم بفعلها الميليشيات الكردية. من وجهة نظركم سيادة العقيد، ألا يمكن تجنب سقوط مدنيين في هذه الغارات؟ قوات التحالف التي تملك حسب علمنا وخبرتنا بهذا الموضوع بالذات، التي تملك طائرات مزودة بطلقات مخصصة لملاحقة الأفراد، ونظرية كيف تقتل رجلا داخل غرفة دون أن يتأذى الكمبيوتر الذي يعمل عليه، قادرون على التركيز بالقصف باستهداف عناصر داعش بالذات. إنما ما يجري أنه يوجد شبه يعني استهتار بالمدنيين، وأن حتى الجنرال رايان منذ 3 أو 4 أيام على إحدى الفضائيات قال أنه يعني ما معنى أنه نحن لسنا مسؤولين عن هذا التدمير أو قتل المدنيين، المسؤول هو من يعطينا الإحداثيات ونحن نحاول التدقيق في هذه الإحداثيات. طبعا هذا الكلام لذر الرماد في العيون، التحالف يقتل. هذا الكلام أقوله بصراحة، ومسؤول عنه ومسؤولين عنه كل المتابعين لهذا الموضوع. التحالف يقتل أبناء السن العرب أينما وجدوا، وبشكل مدروس ومخطط لإفراغ المنطقة أو على الأقل تقليل عدد السكان، من أجل عندما تأتي عصابات البككة والبيادية للسيطرة على هذا المكان تجد الأرض شبه فارغة ويسهل عليهم السيطرة عليها وقيادتها. هذا ما يجري تماما. الأمم المتحدة اتهمت القوات الأجنبية في الرقة أنها أخفقت في تفادي سقوط قتلى من المدنيين. إلى أي مدى يمكن أن يعول على دور الأمم المتحدة سيادة العقيد؟ ألا من دور لها في حماية المدنيين؟ يا سيدي، الأمم المتحدة التي يمر اتفاق الإرهاب مع الإرهاب، حسن نصر الله إرهاب والنظام إرهاب وداعش إرهاب، ويتفقون علنا ويأتون بعناصر داعش المطلوبين أحيانا أو مات أينما وجدوا، محميين بقوافل من جرود عرسال في لبنان إلى حدود العراق، يعني إرهاب عابر للحدود أمام أنظار الأمم المتحدة ولا تحرك ساكن ولا تقترب. هذه الاتفاقيات لو لم تكن قد أخذت التطمينات من الأمم المتحدة ومن التحالف، لا يمكن أن يفكر فيها من قام بها. وزارة الخارجية الكازاخية أعلنت اليوم عن موعد الجولة 6 من مباحثات أستانا. برأيك يعني إلى أي مدى يمكن أن تنهي هذه المباحثات معاناة الشعب السوري؟ روسيا كما يعني رأينا تحاصر حي معين، تمنع عنه الغذاء، تمنع عنه حتى الماء، تقصفه، ثم تأتي إلى هذا الحي
وتهدده باستمرار الخصف إلى الإبادة أو أن يرضخ للاتفاقيات التي تفرضها عليه. ما يجري في أستانا الآن وما سيجري في 14 و15 الشهر صورة طبق الأصل. تأتي بالمفاوضين وتهددهم بالفناء واستمرار الدمار والقتل وتتاجر بدماء الأطفال ودماء الأبرياء إلى أن تضعهم أمام الأمر الواقع الضعيف أمام القوي وتفرض عليهم ما تريد. هذا ما يحصل في أستانا، وقد سوقت لقدري جميل، وهذا الشخص يعني معروف أنه هو صديق الاتحاد السوفيتي وتاجر من عشرات السنين بين روسيا وبين النظام ومقرب جدا للحكومة الروسية، وجعلت له منصة وقربته ونفخت في منصته إلى أن يعني تكاد تبتلع الهيئة العليا للتفاوض ويصبح قدري جميل ومنصة موسكو هي الآمر الناهي وهي التي تفاوض عن الشعب السوري. هذا ما سيجري في أستانا. شكرا لك العقيد حاتم الراوي الخبير العسكري لانضمامك إلينا في هذه النشرة.